طيب يا شباب، قبل كل شيء وقبل اي حاجه لازم انوه ان دوت فيديو اعلاني، فاي حاجه هتشوفها اثناء الفيديو دوت تم الاتفاق عليها مع المعلن الخاص بالموقع، فدوت مش موقع احنا بنجربه ولا حاجه، ده فيديو متفق عليه، ومش معنى ان هو فيديو اعلاني ده معناه ان انا هكدب عليك في الفيديو، ما فيش الكلام دوت وانتوا عارفين الكلام دوت يا شباب. فيديو النهارده عن موقع فاتح مؤقتا زيه زي المواقع اللي احنا كنا بنشرحها قبل كده واللي كنا بنخش بنجربها. الموقع دوت بتبدا ان انت تسجل فيه عن طريق الايميل بتاعك، وبعد كده بتكتب الباسورد والباسورد مره ثانيه، وكود الدعوه هتلاقيه كده كده انا سايبه لك في وصف الفيديو تحت بتحطه هنا. بعدها بتنزل وتدوس على كلمه ساين اب اللي هي باللون السماوي ديت يا شباب، ويبقى انت كده سجلت في الموقع. طيب يا سيدي، دي واجهه الموقع بعد ما تسجل دخول فيها، بتلاقيها زي ما انت شايف مدياك خطط كده قدامك. انا في الخطه الثالثه اللي بتكسبك يوميا 66 دولار. لو دخلنا في الخطط بتاعه الموقع هتلاقي ان في خطه اولى وخطه ثانيه وخطه ثالثه، زي ما انت شايف انا مسجل في الخطه الثالثه، ودي خطه يا جماعه متاخده هديه نتيجه ان انا بعمل لكم الاعلان، مفيش صراحه اكتر من كده اظن بقى يا شباب. هتقول الكلب ده. طيب الخطة الأولى ديت عشان تشترك فيها لازم تعمل إيداع بقيمة 10 دولار وبتكسب يوميا 2 دولار، فدوت بصراحة مقلقني حبة من الموقع دوت، ليه؟ لأن أنت لما تعمل إيداع بقيمة 10 دولار وتفضل تكسب يوميا 2 دولار فده مبلغ كبير، وده ممكن يؤدي إن الموقع يقفل بعد أسبوع أو أسبوعين بحد أقصى، ودينا هنجرب ونشوف. عشان تعمل إيداع في الخطة الأولى ديت يا شباب، ده للناس اللي حابة إن هي تاخد التشانس أو تاخد المخاطرة، هتدوس على كلمة التشارج الجميلة ديت وتبدأ أنت تختار العملة اللي هتعمل بيها إيداع. طبعا يفضل إن أنت تعمل بعملة البي بي 20 لأن الرسوم بتاعتها او رسوم التحويل فيها اقل حاجه يا شباب، هنخش فيها كده وتبدا انت تاخد العنوان اللي هيظهر لك كوبي، وتروح تفتح بايننس او بينج اكس او اي محفظه عملات رقميه وتبعت عليهم 10 دولار صافين في الموقع، هتلاقي تلقائي اتفعل لك الخطه اللي هي بتاعت الفي اي بي 1 يا معلم. هتبدا ان انت بعدها تدوس على كلمه تاسكس من هنا وتعمل التاسك زي ما انت شايف، هتدوس على كلمه تو كومبليت، هيبدا ان هو يكسبني 33 دولار من التاسك الاولانيه، هبدا ان انا اعمل نفس الكلام في التاسك الثانيه وهكسب ال 33 دولار التانيين، وبكده يا معلم يبقى انا اصبح معايا في الاكونت حوالي 66 دولار صافيين، وفي 14 دولار انا واخدهم زي عموله كده يا معلم، فهبدا ان انا ادوس على كلمه وذرو من هنا، هتلاقي ان انا معايا 80 دولار كله في الاكونت، والحد الادنى للسحب في الاكونت يا معلم او في الموقع هو 2 دولار فقط لا غير، فكل اللي عليا ان انا هخش هنا يا معلم واكتب له الباسورد بتاع السحب بتاعي او باسورد الاكونت، واكتب له الكميه اللي هسحبها اللي هي 80 دولار، وبعد كده احط له هنا العنوان بتاع بايننس او بينج اكس او فوسيت بي اللي هسحب عليه، ولكن ضروري نراعي ان انت تكون جايب عنوان يو اس دي تي تي ار سي 20 لان الموقع ما بيدعمش اي عنوان اخر، فهبدا ان انا معلم احط له عنوان زي ما انت ما شفت كده وادوس على كلمه كونفيرم، هتلاقيه بيقول لي لودنج وذرول سكسسفولي، ده معناه ان خلاص يا معلم الفلوس كده هتتبعت لي في خلال دقيقه او دقيقتين، خصوصا ان الموقع لسه منشور من قريب، يعني الموقع دوت مش بقاله فتره شغال ولا حاجه، لا ده هو بقاله 3 4 ايام شغال بالكتير قوي، فالناس اللي حابه تخش وتاخد تجربه ممكن تخش، ولكن انا في رايي الشخصي يا جماعه انتظروا موقع تاني يكون افضل من دوت. ليه؟ لان الموقع دوت يا جماعه البوادر بتاعته مش كويس، ولكن اللي حابب ان هو يخاطر ويخش ممكن يخاطر ويخش بالخطه الاولى اللي هي بقيمه 10 دولار ديت يا شباب، لان انا شايف ان هي برده يعتبر معقوله، لان الموقع دوت لو خيب توقعاتي انا وقعد مثلا 10 ايام وانت فضلت تكسب كل يوم 2 دولار، فبالتالي انت هتكسب يا معلم 20 دولار في خلال ال 10 ايام دول، فده معناه ان انت هتكون عوضت المبلغ بتاعك اللي هو راس مالك ال 10 دولار، وكمان كسبت عليهم 10 دولار تانيين، فبالتالي كسبت ضعف راس مالك. ولو الناس لاحظت هتلاقي ان في اشعار اهو في خلال دقيقه جالي من بايننس ان تم ايداع 80 دولار في الاكونت عندي، فبالتالي الموقع صادق وهيفضل صادق لفتره قريبه باذن الله. فانا قلت لك الحقيقه الكامله الخاصه بالموقع دونا عن اي يوتيوبر تاني هيخرج يقول لك اي كلام تاني. حرفيا يا جماعه احنا هدفنا الاول والاخير هو ثقتك فينا، وان احنا نعرض لكم جميع الحقائق عن النوع دوت من المواقع، بالاضافه ان لو في فرصه ان احنا نستغلها ونكسب منها نوريها لكم برضه. بالنسبه للناس المبتدئه اللي ما كسبتش قبل كده من الانترنت، ففي فيديوهات كتيره جدا ومواقع كتيره جدا ما بتحتاجش اي دعايه تقدر ان انت تستخدمها عندنا في القناه وتحقق ربح وتبني ليك راس مال محترم تبدا ان انت تفتح بيه مشروع. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، سوشيال لايك المتين بتاعكم والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.